اهلا فيكم جميعا بفيديو جديد للعبه ستاردو فالي. اليوم بدنا نحكي عن الكوميونيتي سنتر، ايش هو وكيف بنقدر نكمله وشو المكافآت اللي بناخدها منه. قبل ما نبلش، اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب. خلينا نبلش. مبنى الكوميونيتي سنتر اللي هو اسمه المركز الاجتماعي بالعربي موجود بوسط المدينه خلف محل بيير. بفتح الكوميونيتي سنتر ابتداء من اليوم الخامس بالربيع من اول ما تبلشوا باللعبة، بس طبعا على شرط انه ما يكون اليوم ماطر ولازم تفوتوا المدينة من جهة الباص عشان تفعلوا المشهد اللي حيفتح لكم المبنى. لما تفتحوا المبنى راح تشوفوا هاي العلامات الصفر، اتفاعلوا معها وراح تعطيكم لغة غريبة. هون كملوا يومكم وخلصوه عشان توصلوا لليوم اللي بعده. باليوم الثاني راح يجيكم رسالة من الوزرد اللي هو الساحر. الساحر موجود بالبرج اللي موجود بالغابة على اليسار. احكوا معه وخلصوا المشهد تاعه وبعديها روحوا للكوميونيتي سنتر وتفاعلوا مع العلامات الصفر. اوكي، هلا صرنا نقدر نشوف ايش المطلوب منا بهاي العلامات. خليني اشرح لكم اياهم بالتفصيل. هاي العلامات موجودة بكل غرف بهذا المبنى، مجموعهم 6 علامات. وفي منهم بيفتحوا لما تخلصوا متطلب واحدة من كل بندل. كل علامة إلها متطلبات لفعاليات معينة. خليني أبدأ فيهم واحدة واحدة. حنبدأ بغرفة الكرافت روم. زي ما أنتوا شايفين، متطلبات كل بندل هي الفورجبل آيتمز من كل موسم، زائد الكونستراكشن بندل والإكزوتيك فورجينج بندل. تابعوا للأشياء المطلوبة وخبوهم لما تلاقوهم. متطلباتهم سهلة تحصلوا عليها خلال السنة، وفي بندلز مو لازم تخلصوا كل متطلباتها، بس نقوا المتطلبات اللي بتقدروا عليها، ولما تخلصوا بندل معينة تاخدوا مكافأة صغيرة منهم. والمكافأة اللي بتاخدوها لما تخلصوا كل البندلز بالكرافت روم هي حتصلحوا الجسر الموجود بشمال الماين اللي حيفتح لنا منطقة الكواري. غرفة البانتري، هاي الغرفة تفتح لما تكمل بندل واحد من الغرف الثانية. متطلبات كل بندل فيها هي الزرع اللي بتاخده من كل موسم، زائد منتجات حيوانات المزرعة والأشياء اللي بتصنعوها بمعدات المزرعة من المحصود، وأشياء بتنتجوها من منتجات الحيوانات زي الجبنة والقماش. هاي الغرفة تعطينا الجرين هاوس بعد ما نخلص كل البندل اللي فيها. لا تنسوا تخبوا جزء من محصودكم لمتطلبات هاي الغرفة عشان تخلصوها بأسرع وقت. حوض السمك، الحوض بيفتح بعد ما تكملوا بندل واحد من الغرف الثانية. من الواضح من شكلها البندل بتحتاج أنواع سمك مختلفة عشان تكملوها، زي سمك البحر، سمك النهر، وسمك الجبل، غير الكراب بوت بندل اللي بتحتاج الكراب بوت عشان تكملوها. الكراب بوت بتقدروا تشتروها عند ويليز ب 1500 جولد، أو بتقدروا تصنعوها لما توصلوا ليفل 3 بالصيد. فاشتغلوا على الصيد تاعكم عشان تكملوا هاي البندل. لما تخلصوا كل البندلز تتكافئوا بأنه يفتح عندكم الصخرة الموجودة بأول النهر اللي جنب الكهف. وباليوم الثاني ويلي حيعطينا أداة الكوبر بان. هاي الأداة بتساعدنا ناخذ الأشياء اللي بتلمع الموجودة بأي جزء من المي اللي إجوا نتيجة فتح هاي الصخرة. غرفة البويلر، تحتاجوا تخلصوا بندلين بأي غرفة تانية عشان تفتحوها. هاي الغرفة من أسهل المتطلبات الموجودة بالكوميونيتي سنتر. متطلبات البندل تاعتها بتاخدوها من الكهف، فتابعوا ايش المطلوب عشان تجمعوه وتخبوه. مكافأتها جدا مفيدة لأنها بتفتح لنا العرباي اللي بتربط بين الكهف وموقف الباص والمدينة. هاي العرباي بتسرع روحتنا على هاي الأماكن بدل ما نمشي الطريق كله. البوليتن بورد، البورد بيفتح لما نخلص 3 بندلز من الغرف الثانية. بعض متطلبات البندل تاعتها مو سهلة وشوي عشوائية زي متطلبات الشيف بندل. مكافأتها انه بتزيد قلبين للناس اللي بالمدينة، وبس الناس اللي ما بتقدروا تتزوجوهم. وملاحظة، اذا عندكم حدا مو حاكين معه وطالع جنبه بلائحة سكان المدينة علامة استفهام، ما راح تزيدوا قلوبه لما تخلصوا هاي الغرفة. فتأكدوا انكم تحكوا مع كل سكان المدينة قبل ما تخلصوا البوليتن بورد. واخر غرفة، واحدة من أهم الغرف من وجهة نظري، هي الفولت.
اللي هي الخزنة اللي شايفينها بالغرفة. هاي الغرفة تفتح لما نخلص 4 بندلز من الغرف الثانية. متطلبات البندل سهلة كتير وصعبة بنفس الوقت. بدهم فلوس وفلوس كتير. مجموع الفلوس من كل بندل هي 42,500 جولد. حاولوا قدر المستطاع تجمعوا حق البندل، لأنه حيفتح لكم الباص اللي حياخدكم على منطقة الصحراء، المنطقة اللي فيها محل جديد وكهف جديد. راح أحكي عن هاي المنطقة بالتفصيل في فيديو تاني. إنكم تخلصوا الكوميونيتي سنتر بكم وقت كتير، وفي طرق تخلصوها بأول سنة إذا خططتوا كيف تجمعوا الأشياء المطلوبة فيها. واحدة من الأشياء اللي بتساعد إنكم تخلصوا الكوميونيتي سنتر بسرعة هي محل العرباي المتنقلة اللي بتيجي بالغابة جنب البحيرة. بتيجي يوم الجمعة والأحد وبتسكر على الساعة 8 المساء. هذا المحل بيبيع أشياء عشوائية، فتابعوا عليها لأنها أحياناً بتبيع أشياء نادرة ومطلوبة بالكوميونيتي سنتر. وإشي تاني بسرع العملية هو الكهف الموجود بالمزرعة. بعد ما تجمعوا 25,000 ربح من المزرعة بيجي ديمتريوس وبيخيركم بخيارين للكهف. خيار إنكم تخلوا الكهف يطلع فيه فواكه أو مشروم. ونصيحتي اختاروا الفواكه، كون إنه في بندل بالبانتري محتاج أغلب الفواكه اللي راح تحتاجوا وقت كتير إذا بدكم تطلعوها من الشجر. وفي طريقة تانية تاخدوا فيها كل هاي المكافآت وبدون الكوميونيتي سنتر، وهاي الطريقة إنكم تعملوا اشتراك الجوجا. اشتراك الجوجا بياخد فلوس على كل متطلب. عشان تاخدوا كل متطلبات لازمكم مجموع 135,000 جولد غير 5,000 جولد اللي حتدفعوها للاشتراك. هذا الخيار بسكر الكوميونيتي سنتر ويعطيكم نهاية تانية للعبة. وكنصيحة لأي حدا بده يلعب اللعبة جديد، خليكم على نهاية الكوميونيتي سنتر لأنه جدا مسلية وبتعطيكم هدف طول اللعبة وبتخلي إلها معنى أكتر. بتمنى أكون فتكم بهذا الفيديو. أنا بهدف في هاي الفيديوهات إن أخلي اللعبة سهلة الوصول للجميع وما حدا يحس حاله ضايع أو مو فهم إيش عم بصير. إذا عندكم أي سؤال اسألوني بالكومنتس، ولا تنسوا تعملوا لايك إذا عجبكم الفيديو وسبسكرايب إذا حابين تشوفوا فيديوهات أكتر. شكرا للمتابعة.